عاجل، الكشف عن رفض تسليم الطائرة الرئاسية لمجلس القيادة من الرئيس هادي، تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كشفت الحكومة رسميا حقيقة الأنباء المتداولة عن رفض الرئيس هادي تسليم الطائرة الرئاسية، مبينة في إعلان رسمي مصير الطائرة الرئاسية التي كانت مخصصة لتنقلات الرئيس هادي قبل الضغط عليه لنقل السلطة وتفويض صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي. جاء هذا في تصريح رسمي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ الحكومية على لسان مصدر حكومي نفى فيه المزاعم حول رفض الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي تسليم الطائرة الرئاسية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي. وقال المصدر الحكومي في تصريحاته إن هذه المزاعم روجتها مطابخ إعلامية، مضيفا إن الطائرة الرئاسية سلمت وهي تحت التصرف رئيس مجلس القيادة الرئاسي لكنها متوقفة منذ فترة وتحتاج إلى صيانة وقطع غيار. وتابع الحكومة لم تصرف فلسا واحد لاستئجار طائرة كما روجت المزاعم، حيث وفر الأشقاء في المملكة العربية السعودية الطائرة التي أقلت فخامة الرئيس رشاد العليمي أثناء تنقلاته وزياراته الخارجية، وهذه اللفتة الأخوية محل تقدير كبير. مختتما تصريحه بأن نشر هذه الأكاذيب وبث الشائعات يأتي لتشويه على النجاح والزخم الكبير الذي حظيت به الزيارة، ولذا تعمدت الإساءة للقيادة السياسية داعيا الوسط الإعلامي إلى التحلي بأخلاقيات المهنة وتحري الدقة والمصداقية في العمل الصحفي. وكانت وسائل إعلام ومواقع إخبارية تداولت على نطاق واسع أنباء عن رفض الرئيس هادي تسليم الطائرة الرئاسية للرئيس رشاد محمد العليمي وإجباره على استئجار طائرة للقيام بجولته الخارجية التي شملت كل من الكويت والبحرين وقطر ومصر.